جميل. نتكلم شوية عن الإقبال من الأجانب، ونتكلم شوية عن الجنسيات الحريصة على مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب. المشاركات الأجنبية بتبقى على مستويين، مستوى دور النشر، أيوة، وزي ما معالي الوزير عندي في البيان الصحفي في أكثر من 50 دولة مشاركة من خلال دور النشر الأجنبي. كما الكتاب الأجانب اللي مشاركين في المعرض يمكن من أهمهم إجناسيو ديليانو اللي جاي من أسبانيا، عندنا المفكر الإيطالي باولو ده اللي هو المستشرق اللي مهتم بالشرق الاوسط وكان موجود هنا في مصر على فكره بقاله اسبوع من قبل المعرض وحرص ان هو يعمل زيارات لجامعات مصريه كتيره يتكلم فيها. عندنا كمان الكتاب المصريين موجودين في الخارج زي المترجم الاستاذ سمير جريس اللي مشارك بقاله اكتر من 10 سنين ما جاش المعرض، ما دارش المعرض، جاي من برلين مخصوص عشان يشارك في ده. معانا المفكر الايطالي الجنسيه العراقي الاصل الدكتور عقيل المرعي استاذ الادب الايطالي بجامعه ميلانو اللي بيشارك معانا. يعني اصل اقول لحضرتك ان احنا عاملين برضو علاقات مهمه جدا مع المفكرين سواء الاجانب اللي موجودين اللي بيشرفونا. طبعا كان في اعتذارات كتير دون شك اكيد بسبب ناس لاسباب اصابات باوميكرون او كورونا طبعاً. اعتذروا قبل المعرض، يمكن من اشهرهم الكاتب الليبي الكبير ابراهيم الكوني اللي اعتذر قبل المعرض بأسبوع نظرا لتعب زوجته، يعني انها دخلت دور برضو الموجود ده نتمنى لها الشفاء. يعني حتى كتير من المصريين الموجودين معانا داخل مصر برضو كانت الاصابات منعتهم من المشاركه واعتذروا من الوجود. لكن برغم كل ده احنا بنتكلم في اكتر من 645 فعالية في المعرض. لو نسبة الاعتذارات وصلت ل 40 واحد اعتذروا من المشاركين، أظن يظل برضو المعرض رغم الظروف اللي بتمر بيها العالم، يعني عايزين نقول واقف على رجليه وبيتقدم زي ما حضرتك شايف.